يعلن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة التطورات في فلسطين. وبدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين في تونس. السادسة مساء الرابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم والبداية مع دينا زهرة. دينا، شكرا لك شادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس لبلغاريا أو زيارة رئيس بلغاريا إلى مصر، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره البلغاري رومان راديف إلى أنه من المتوقع أن يكون له مردود إيجابي كآلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات بين البلدين. أرحب بفخامة رئيس بلغاريا ضيفا كريما في زيارته الأولى لمصر، والتي تأتي تتويجا لمسار التقارب الذي تشهده العلاقات الثنائية بين بلدينا خلال الأشهر الأخيرة، حيث استقبلت في أكتوبر الماضي بالقاهرة رئيس وزراء بلغاريا لبحث سبل الارتقاء بمختلف مجالات التعاون، ونستكمل اليوم تلك المباحثات المثمرة التي تعكس الإرادة القوية لدى الدولتين في المضي قدما نحو تعزيز أوجه العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة لا سيما السياسية والاقتصادية. كما أود أن أؤكد اعتزازي بما يجمع بلدينا من علاقات تاريخية ممتدة على مدار أكثر من 9 عقود، شهدت العديد من أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وهو الأمر الذي يؤكد قناعتنا الراسخة بتعدد فرص وإمكانيات التعاون التي تخدم صالح الشعبين المصري والبلغاري. وفي هذا الإطار فإنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك كأحد أهم نتائج زيارة فخامة رئيس بلغاريا إلى مصر، والذي نتوقع له أن يكون له مردود إيجابي كآلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حاليا حاجز $1 مليار، وهو ما يجعل مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في إفريقيا والشرق الأوسط. قال الرئيس السيسي إن مناقشته مع الرئيس البلغاري شهدت توافقا في الرؤى إزاء العديد من التطورات وسبل التعامل مع عدد من الأزمات الراهنة من أجل التوصل إلى حلول سلمية لها، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين البلدين داعما لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط والبلقان. لقد عقدنا اليوم جلسة محادثات بناءة، وتطرقنا خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فضلا عن التعاون في إطار المؤسسات والمحافل متعددة الأطراف، كما استعرضنا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد أظهرت هذه المناقشات توافقا في الرؤى إزاء العديد من التطورات وسبل التعامل مع عدد من الأزمات الراهنة من أجل التوصل إلى حلول سلمية لها، الأمر الذي يؤكد ضرورة استمرار التنسيق والتواصل فيما بيننا دعما لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط والبلقان. كما أكد السيسي أن لقاءه برئيس البلغاري شهد تبادلا للرؤى حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي للإرهاب والقضاء عليه من جذوره. شهد لقائي مع فخامة الرئيس رومان راديف تبادلا للرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، وقد أكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي له والقضاء عليه من جذوره. كما عرضت الرؤية المصرية بشأن ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب للتعامل مع مختلف جوانب تلك الظاهرة، بما في ذلك التصدي للجهات والدول الداعمة والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية والمتطرفة. وتطرقنا أيضا لأزمة المهاجرين غير الشرعيين وسبل معالجتها
في إطار من المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. وأوضحت في هذا السياق الجهود والمسؤولية التي تقع على كاهل مصر، سواء فيما يتعلق بتأمين حدودها أو استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص تقديري لمواقف بلغاريا المتوازنة إزاء التطورات الجارية في مصر، والتي تعكس تفهما واضحا لما نواجهه من تحديات متصاعدة في خضم الواقع الإقليمي الصعب الذي نعيشه. من جانبه قال رئيس البلغاري إن مصر وبلاده حليفان في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مرحبا بجهود مصر في توسيع الحوار بين المجلس الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. نقدر تقديرا عاليا قيادة الدولة المصرية في سبيل إيجاد الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلغاريا ومصر هما حليفان طبيعيان في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والراديكالية والهجرة غير الشرعية. كذلك نرحب بجهود مصر في سبيل توسيع الحوار بين المجلس الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. بلغاريا ومصر هما على طرفي منطقة مضطربة جدا، وعلى جهودنا المشتركة يعتمد أن يسود الاستقرار في هذه المنطقة والأمن. بلغاريا بكونها دولة من أقرب الدول الأوروبية من مصر جغرافيا، عليها مسؤولياتها لإيصال صوت مصر بخصوص المشاكل الإقليمية إلى الاتحاد الأوروبي، لأن الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحدد إلى درجة كبيرة الأمن والاستقرار في أوروبا. Thank you.
أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الرئيس السيسي مع نظيره البلغاري في قصر الاتحادية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن المباحثات تطرقت إلى تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بدوره أكد الرئيس البلغاري حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر على المستويات المختلفة للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البلغاري تفقد خلالها حرس الشرف. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والرئيس البلغاري رومان راديف مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والشركة الوطنية البلغارية للمناطق الصناعية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. تستهدف مذكرة التفاهم توسيع نطاق التعاون بين الجانبين لتبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير المناطق الصناعية وتنظيم أنشطة مشتركة وزيارات متبادلة على المستوى الرسمي وعلى مستوى رجال الأعمال لتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. حرص الرئيس البلغاري رومان راديف وحرمه والوفد المرافق لهما على القيام بجولة في عدد من الأماكن الأثرية بالقاهرة، شملت قلعة صلاح الدين والمتحف المصري بالتحرير. أبدى الضيف الرئيس الضيف انبهاره بالحضارة المصرية القديمة بشكل عام والقطع الأثرية المعروضة داخل المتحف بشكل خاص. استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس نائب وزير الاقتصاد البلغاري والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون المشترك. تضمن اللقاء استعراض الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، حيث أنهما جناحا تصنيع للمعدات الدفاعية في مصر. من جانبه أشار الفريق التراس إلى أن شركات الهيئة العربية للتصنيع تعمل جنبا إلى جنب مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات التصنيعية لهما والاستفادة بها في تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات بحيث تكون منافسة عالميا. أقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. تأييدكم هو اللي هيمنحني هذا الشرف العظيم.
مهمة شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليف. الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء اللي كان قبل ثورة 25 يناير أو اللي تفاقم بعدها حتى ثورة 30 يناير، وصل إلى حد لابد أن يكون فيه مواجهة أمينة وشجاعة لهذه التحديات. في ملايين من الشباب بيعانوا من البطالة ومفيش ليهم عمل في مصر، ده أمر غير مقبول. كمان في ملايين من المصريين بيعانوا من المرض ولا يجدوا علاجا مناسبا، ده أمر آخر غير مقبول. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها، بتعتمد على الإعانات والمساعدات، ده أمر غير مقبول. نحن مهددون من الإرهابيين من قبل أطراف تسعى لتدمير حياتنا، تدمير سلامنا، تدمير أمننا. خمس سنوات مضت على إعلان الرئيس السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية لتستعيد الدولة هيبتها وتعود عجلة الإنتاج إلى الدوران. المزيد في هذا التقرير. أنا وبكل تواضع أتقدم لكم معلنا اعتزام الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. تأييدكم هو اللي حيمنحني هذا الشرف العظيم. أنا أقف أمامكم مباشرة لكي أتحدث معكم حديثا من القلب زي ما تعودنا، عشان أقول أنني أمتثل لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت مني التقدم لنيل هذا الشرف. خمسة أعوام مرت على هذا الخطاب الذي مثل نقطة تحول في مسيرة وطن كان على شفا السقوط في هوية التطرف والإرهاب، قبل أن ينجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت دعائم الدولة ومن ثم الانطلاق في مسيرة تنمية شملت جميع المناحي. عجلة الإنتاج يجب أن تعود إلى الدوران في كافة قطاعات الدولة بكل قوة، ده لإنقاذ الوطن من مخاطر حقيقية بيمر بيها. لابد من إعادة ملامح الدولة وهيبتها، أصابها الكتير خلال الفترة الماضية. مهمتنا استعادة مصر وبنائها. كما وعد أنجزت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي ما يصعب تحقيقه، وكانت الخطوة الأولى بإطلاق مشروعات قومية ضخمة ساهمت في إعادة الثقة وإعلاء روح المواطنة من جهة، ووضع أسس جديدة للاقتصاد المصري من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل من جهة أخرى. وكان في مقدمة هذه المشروعات تنمية إقليم قناة السويس وإنشاء شريان ملاحي جديد بتكلفة وصلت إلى 68 مليار جنيه، وصولا إلى إنشاء أنفاق جديدة تربط سيناء بالمحافظات. وبالتزامن مع هذه الخطوة العملاقة عملت الدولة على تحسين وتطوير ورفع كفاءة الطرق من خلال مشروع قومي شمل إنشاء طريق الدولي الإقليمي وعشرات المحاور والكباري على النيل بتكلفة وصلت إلى 100 مليار جنيه. وفي عام 2015 أطلق الرئيس السيسي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطط التوسع العمراني، كما يجرى العمل في التوقيت نفسه لإنشاء 20 مدينة ذكية جديدة وتطوير الساحل الشمالي الغربي ومدينة الجلالة.
وعلى مستوى مشروعات الإسكان انتهت الدولة من إنشاء 1,700,000 وحدة غالبيتها يندرج تحت الإسكان الاجتماعي وبقروض ميسرة للمواطنين باستثمارات وصلت إلى 813 مليار جنيه. وعلى التوازي اقتربت مصر من القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة غير الآمنة من خلال خطة غير مسبوقة لنقل المواطنين إلى مساكن جديدة في مشروعات الأسمرات وروضة السيدة في القاهرة وبشائر الخير في الأسكندرية. وفي السنوات الخمس الأخيرة اتجهت الدولة صوب تأمين أمنها الغذائي عبر مشروعات 1,500,000 فدان وإنشاء مراكز لوجستية لتخزين وتداول الغلال والحبوب وأكبر مزرعة للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط ببركة غليون، كما وضعت الدولة رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي بإنشاء مناطق صناعية كبرى في جميع المحافظات وتوفير مصانع متخصصة مثل مدينة الجلود في الروبيكي ومدينة الأثاث في دمياط، فضلا عن دعم الشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق تنمية المشروعات. وفي مجال الطاقة حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والغاز واتجهت بخطى متسارعة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة بعد تطوير شبكات ربط الكهرباء وإضافة نحو 25,000 ميجاوات للشبكة الوطنية من خلال مشروعات مثل محطات الكهرباء الغازية في العاصمة الإدارية وبني سويف والبرولوس، فضلا عن إنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح في الزعفرانة وأخرى لتوليد الطاقة من الشمس في بنبان. وبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء 614 مليار جنيه. أما الإنجاز الأكبر فكان في اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في حقل وامتياز نور البحري ظهر قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، وتحول مصر تدريجيا إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. وبعد سنوات من انهيار جميع المؤشرات الاقتصادية باتت مصر رقما صعبا في التحول من الهبوط للارتفاع ومن العجز في الموازنة إلى تحقيق فائض ووصول معدلات النمو إلى 6.1% في المئة كما هو مستهدف في الموازنة العامة للعام المقبل، وزيادة احتياطات النقد الأجنبي من 11 مليار دولار فقط إلى أكثر من 44 مليار دولار، مما دفع جميع المؤسسات المالية الكبرى إلى تحويل تصنيف مصر الائتماني من سلبي إلى مستقر ثم إيجابي بعد برنامج محكم للإصلاح الاقتصادي. المصريين يستحقوا حياة أفضل من كده، يستحقوا أنهم يعيشوا بكرامة ويعيشوا بأمن ويعيشوا بحرية ويكون لهم الحق في الحصول على العمل والغذاء والتعليم والعلاج والمسكن، كل ده لازم يكون في متناول إيد كل المصريين. انطلق الرئيس السيسي في ولايته الثانية تحت شعار بناء الإنسان المصري، فأطلق مبادرة مصر خالية من فيروس سي، وأصدر القانون الجديد للتأمين الصحي الذي يتضمن بنودا عدة أبرزها تطوير المستشفيات في جميع المحافظات. كما أطلق الرئيس مبادرة للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة تخفيفا عن المواطنين. وفي مجال التعليم وضع الرئيس السيسي أسسا لنظام تعليمي جديد يتواكب مع متطلبات العصر ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتخريج جيل قادر على مواكبة تحديات سوق العمل. كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة لمد يد العون لجميع الأسر الأكثر احتياجا، ومؤخرا وجه بإعادة هيكلة الأجور في الدولة وصرف العلاوات المتراكمة لأصحاب المعاشات. 5 سنوات على ترشح الرئيس السيسي كانت بداية لتنمية غير مسبوقة في جميع المجالات، وما زالت مصر تسير نحو أجندة مدروسة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية، ابني طول ما في كمان ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك ابني وحد الاتجاه، يلا نرفع.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 23 متهما بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وخارج الجهات المصرح لها بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بنحو 20 مليون جنيه وعملات أجنبية مختلفة. هذا وتقوم هيئة الرقابة الإدارية باستكمال ضبط باقي المتهمين لعرضهم على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية. تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالكي إحدى الشركات العقارية بمدينة نصر لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 30 مليون جنيه بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالي. جاء ذلك عقب بلاغ طلقته الإدارة من 36 مواطن يفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مسؤولي الشركة الذين تحصلوا على 300 يعني أو على مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه ولم يقوموا بأية إنشاءات بالمشروع المشار إليه وتهربوا من سداد المبالغ للعملاء. أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود قطاع الأمن العام خلال شهر فبراير الماضي، المزيد نتابعه في التقرير التالي. يأتي تحقيق أمن الوطن والمواطن هدف أسمى تسعى إليه وزارة الداخلية، لذلك تنطلق الأجهزة الأمنية على اختلاف مهامها ومواقعها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، عملا على إرساء الأمن ودعائم الاستقرار. جهود تتوج بنجاحات حققها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي خلال شهر فبراير، نتيجة لتحركه الإيجابي واعتماده على الوسائل العلمية الحديثة في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، حيث تم كشف غموض 196 قضية في مجال الجنايات الهامة، من بينها 69 حادث قتل و41 حادث سرقة بالإكراه و6 وقائع خطف، بنسبة ضبط وصلت إلى 96%. أبرزها كان القبض سريعا على مرتكب واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالإسكندرية بعد استدراجه لمنطقة المعمورة ومساومة أهله على دفع مليوني جنيه، وأعيد المختطف سالما. كما أعاد القطاع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لأحضان أهلها بالإسكندرية بعد اختطافها لمساومة أهلها على 100,000 جنيه، وتم ضبط الجناة. كما تم ضبط تشكيل عصابي يسرق متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة والجيزة باستخدام سيارات مسروقة بأسلوب المغافلة، تم ضبطها وضبط المتعلقات المسروقة. الجهود أسفرت عن ضبط 1594 قضية تنوعت ما بين سرقات مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل. ويعد ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها أو تغيير ملامحها لبيعها هو الأبرز خلال شهر فبراير، إضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين لسرقات السيارات والدراجات النارية ببورسعيد حيث تم إعادة المسروقات. الأجهزة الأمنية قامت بحملات لتنفيذ الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية لفرض سيادة القانون، أسفرت عن ضبط 8641 حكما جنائيا و 671,574 حكما بالحبس خلال شهر فبراير، بما يكسب الأحكام القضائية هيبتها التي يستقيم معها إيقاع حركة المجتمع. وسجلت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة على صعيد ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بضبطها 4,404 قطع سلاح نارية، من بينها 401 بندقية آلية و849 بندقية و341 مسدس، إضافة إلى 2809 فرد محل الصنع. فضلا عن ضبط 4 ورش لتصنيعها، كان أبرزها ضبط مزارعين اثنين بقنا بحوزتهما رشاش جرينوف وبندقيتان آلي وذخائر، وضبط شخصين يديران ورشتين لتصنيع السلاح بالمنوفية وكفر الشيخ. وأثمرت الجهود خلال شهر فبراير عن ضبط 120 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 495 حادث ما بين سرقة ونصب واتجار في المخدرات، مع استمرار استهداف المناطق التي تأوي عناصر إجرامية. من بين هذه القضايا ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات بسوهاج مستخدما أسلحة نارية تم ضبطها.
مع المنع والكشف للجرائم وكنتيجة للنجاحات الأمنية، تراجعت معدلات الجرائم خلال شهر فبراير، بخاصة القتل العمد والسرقة بالإكراه، وهو ما استشعره المواطنون على مستوى الجمهورية، مع وجود وانتشار أمني فعال، ما يؤكد دائما سمو رسالة الأمن التي يحملها رجال الشرطة على عاتقهم، وتستمر الجهود. رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 26 من الشهر الجاي. نتابع المزيد في هذا العرض.
وزير الخارجية سامح شكري على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لمصر بما يتواكب مع حجم التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر. جاء ذلك خلال لقاءات شكري المكثفة والتي عقدها في مستهل زيارته لواشنطن مع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ إن شكري التقى بالنائب الجمهوري فورند باري والرئيس التنفيذي لمجموعة أصدقاء مصر في مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، فضلا عن السناتور الديمقراطي جيف ميركلي عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ. افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مدرستين للتعليم الأساسي لخدمة المناطق النائية وذلك بنطاق مدينة سانت كاترين. تستهدف تلك الخطوة تخفيف العبء عن كاهل أبناء تلك المناطق وتقديم فرص تعليم متساوية لتحقيق التنمية البشرية المأمولة بشبه جزيرة سيناء. من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء لإكسترا نيوز جهود كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الشاملة. أولادنا وأهلينا بدو جنوب سيناء موجودين معنا هنا، وفي نفس الوقت بنقدم لهم خدمة تعليمية عاملين عند المدرسة ابتدائي. وفي الحقيقة بالاتفاق مع هيئة الأبناء التعليمية ان احنا هنشرع بعد كده ان احنا نعمل 3 فصول اعدادي، يبقى موجود فيها اعدادي وموجود فيها ثانوي ان شاء الله. المدرسة كاملة متكاملة، احنا فيها ملعب خماسي، كرة قدم خماسي منجل. ده النظام الجديد. يعني احنا افتتحنا يمكن من كام شهر مدرستين تانيين في وادي الطرفة برضو كان فيها الملاعب الخماسية دي. بنحاول نخلي ولادنا يعني يهتموا بالرياضة، بنعمل لهم الملاعب عشان يمارسوا الرياضة، وبنقول احنا ده مالي الجسم العقل السليم في الجسم السليم، فاحنا بنهتم بيهم وبنصل لهم الخدمة الرياضية كمان داخل المدارس التعليمية بتاعتهم. يعني هي مش مدرسة فقط بتقدم علم، لا ده بتقدم علم وفيها رياضة وفيها إشعاع حضاري وبيئي وكل شيء. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية. وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف بناء المستوطنات. الفترة المشمولة بالتقرير أعلنت الحكومة عن بناء 840 وحدة جديدة في أرييل، اعتبر ذلك ردا على الهجوم الذي وقع في 17 من هذا الشهر. استمرت عمليات هدم وضبط مباني فلسطينية عبر الضفة الغربية المحتلة بما في دار القدس الشرقية، ومنذ 15 من هذا الشهر تم تدمير وضبط 7 مباني فلسطينية إضافية من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى تشريد 9 أشخاص. من بين المباني المهدمة خزان مياه في سوسيا و3 مباني تابعة لمجتمعات تعيش في جنوب الخليل إضافة إلى مدرسة ابتدائية. قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو في تطبيق المادة 102 من الدستور، وهي التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. وفي كلمة له أمام عدد من العسكريين الجزائريين حذر صالح من استغلال أطراف معادية للتظاهرات التي تشهدها البلاد. حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة. حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102. أفادت وسائل أعلام جزائرية بأن المادة 102 من دستور البلاد توجب اجتماع المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وأشارت إلى أن رئيس مجلس البرلمان عبد القادر بن صالح سيتولى مهام الرئاسة لفترة انتقالية تقدر ب45 يوم وفقا لمواد الدستور.
انطلقت اليوم بتونس الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 30 باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الملف الاقتصادي للقمة. من جانبها قالت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة إن دعم الاقتصاد الفلسطيني والقضاء على الإرهاب من أبرز أولويات تلك القمة. لا شك أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال التي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وبما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب. قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن القمة العربية ستناقش عددا من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا في تصريحات لأكسترا نيوز إلى عقد الاجتماع الرباعي الذي دعت إليه الجامعة العربية لمناقشة الأوضاع في ليبيا. حقيقة الملفات الموجودة على القمة العادية 30 في تونس هي مجموعة من الملفات السياسية، طبعا في طلعتها القضية الفلسطينية وتطوراتها، ثم الموضوعات السياسية الأزمات السياسية التي تواجه العالم العربي، هي دي الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام القادة وتستحوذ على الجزء الأكبر من قرارات القمة التي تم إعدادها وستجري الموافقة عليها لرفعها للقمة من جانب المندوبين ثم وزراء الخارجية إن شاء الله في الأيام القادمة. القمة فرصة لوجود عدد من الشخصيات المهمة، وبالتالي سنستفيد من وجود هذه الشخصيات في عقد الاجتماع الرباعي اللي الجامعة العربية كانت دعت إليه منذ حوالي سنتين، في وجود الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس، في وجود ممثلة الاتحاد الأوروبي موجريني، في وجود رئيس المفوضية الأفريقية موسى فاقي. سيعقد هذا الاجتماع الرباعي إن شاء الله مساء السبت 30 للتداول بشأن موقف المنظمات الأربعة من موضوع ليبيا. طبعا موضوع في منتهى الأهمية وفي تنسيق بين هذه المؤسسات الأربعة المنظمات الأربعة، طبعا هو موضوع له تعقيداته وله تشابكات كثيرة جدا، يمكن يكون فيه حتى استماع من جانب الوزراء للسيد غسان سلامة، طرحه ماذا ينوي أن يفعل لأنه عنده خطة وعنده بعض الإجراءات التي يعتزم أنه هو يعني يبدأها، فإن شاء الله الأمور تمشي في اتجاه المزيد من تحقيق التفاهم بشأن كيف يمكن المساعدة، مساعدة الأشقاء الليبيين في العبور من هذه الأزمة التي يمرون بها. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على القاهرة وباقي الأنحاء لكنه شديد البرودة ليلا. فيما يلي نتابع مع حضراتكم بيانا بدرجات الحرارة.
تتم هذه الجولة الإخبارية تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يعلن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة التطورات في فلسطين. بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 30 في تونس. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة من الأخبار، لكن بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر موقعنا extranews.tv. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.